بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد عن الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي في الجزء الخامس صفحة 315 الحديث 46 بأنه جاء رجل إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأخبره أنه لا يتوجه في حاجة له فتقضى له أبدا، أينما توجه كلما طلب حاجة لا تقضى له. فقال له الإمام علي عليه السلام: قل في آخر دعائك من صلاة الفجر، أي بعد صلاة الفجر، قل هذا الدعاء 10 مرات: سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه وأسأله من فضله. فقال هذا الرجل: فلزمت ذلك 10 مرات بعد صلاة الفجر. فيقول: فوالله ما لبثت إلا قليلا حتى قضى الله سبحانه وتعالى لي جميع حوائجي. جرب ولا تشك، اترك الأمر على علي بن أبي طالب عليه السلام وثابر على هذا الدعاء، ونادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. هذه القاعدة الأساسية في التوسل بأهل البيت، أينما كنت نادي يا أمير المؤمنين. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.